تراجع في محصول الزيتون على غير العادة خلال هذا الموسم بولاية جيجل بسبب عوامل مناخية وطبيعية هو ما دفع بأصحاب المعاصر للدخول في رحلة بحث عن المادة الأولية في ولاية مجاورة. يعني السنة راه هنا كسب بنسبة 50% مقارنة بالسنة الماضية. السنة الماضية كان قنطاري خرج لنا من 20 22 18 17 على حسب المنطقة. العام السنة رانا نشوفوا في تراجع مستمر. هذا تاع عين دفلة. من عين دفلة والله حنا هنا في جيجل رانا في مشاكل. الموسم ما كانش زيت على هذه راهو يحوسوا الناس عليه. ما كانش لازم 20 تاع الغرب سينو ما كانش زيت. قلة الإنتاج وانخفاض مردود حبات الزيتون التي لم تعد تمنح أكثر من 10 لترات في القنطار أدى إلى ارتفاع سعره الذي بلغ عتبة 1000 دينار جزائري للتر الواحد. 100 ألف. 100 ألف. في زيادة مقارنة العام اللي فات كنا نبيعه 90 80 85 على حسب الجودة نتاعو كيما نقولوا احنا. زراعة الزيتون على مستوى الولاية تقدر ب 21 ألف هكتار أي أزيد من 74% من المساحة الزراعية المستغلة. نتوقع هذا السنة بالرغم من الظروف المناخية الصعبة إنتاج يعادل 500 مليون لتر من زيت الزيتون. الطموح في تحقيق 500 مليون لترا من زيت الزيتون كمحصول موسمي مرهون بالكمية المستخرجة من 21 ألف هكتار مساحة إجمالية مزروعة لدى الخواص بالولاية.